إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ورسولنا محمدًا صلى الله عليه وسلم. إحنا اتكلمنا امبارح عن إيه؟ لا، اتكلمنا النميم، قبلها اتكلمنا عن المحال. احنا النهارده هنتكلم عن الغيبه. يعني ايه الغيبه؟ الغيبه معناها ايه؟ في حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام، سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما الغيبه؟ قال، قال له ايه؟ لا، ان تكون ما الغيبة يا رسول الله؟ قال: ذكرك اخاك بما يكره. يا رسول الله، ما الغيبة؟ قال ايه؟ ذكرك اخاك بما يكره. قال: ان كان فيه فقد ايه؟ اغتبته، وان لم يكن فيه فقد بهته. يعني ايه بهته؟ يعني ايه بهته؟ انت اغتبت واحد، اغتبت واحد، انت قلت الحاجه دي وهي فين، اتكلمت عليه بما يكره، انت كده اغتبته. ان كان فيه الحاجه اللي انت اتكلمتها، انت كده اغتبته، وان لم يكن فيه فقد بهته، يعني افترت عليه. فقد افترت ايه؟ عليه. طب ينفع ان انا اتكلم في حق حد بكلام كويس؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع يا ابني، ما ينفعش ليه؟ يعني انا اقول انت انسان صادق وانت انسان امين من وراك، يعني عادي؟ ها؟ غيب؟ لا، بص يا محروق، النبي عليه الصلاه والسلام قال: ذكرك اخاك بما ايه؟ يكره. ايه الحاجه اللي انت ما بتحبهاش اللي انا اقولها فيك؟ انما ذكرك اخاك بما يحب. ايه اللي فيه؟ ها؟ ده لسه نتكلم عنها دلوقتي. لا، هو هي، طب وهي الزوجه القصيره دي معناها ايه؟ عيب ولا حاجه كويسه؟ ها؟ لا لا، هي عيب ولا حاجه كويسه؟ اما تقول ده واحد قصير، ذكرك اخاك بما يكره، يعني هو القصير حابب ان هو قصير، اللي هو القصير قصير يعني. لا، فاهم؟ فذكرك اخاك بما يحب، مفيش فيها حاجة، لأن أنا بتكلم عليه بحاجة كويسة. إنما ذكرك أخاك بما يكره، دي الغيبة الإيه؟ المحرمة، وهي من الكبائر، من الكبائر. طيب، هل في حاجات ينفع إن أنا أغتاب فيها؟ في حاجات مباحة إن أنا ينفع إن أنا أغتاب فيها حد؟ إيه هي؟ حاجة، قول لي حاجة كده. لو واحد بيقدم لواحد، لحظة واحدة، لو مثلا وحشة لا، ده الكذب. بص يا حاج، انت واحد حد لوحده، وانت المفروض تقول سيادتك فاهم برد الله. تمام تمام، اللي هو ايه؟ عندي حاجات اكتر من حاجه. اول حاجه التظلم، ان انا بتظلم، ان لما واحد بيروح لقاضي وبيتظلم عند القاضي بيقول له: يا فندم عمل كذا وكذا وكذا، ضربني وكذا وشتمني، ويفضل يقول له الايه؟ الحاجات دي، مع انه هو بيذكر ده بما يكره، ولكن ده ايه؟ من المباح. عندك الاستفتاء، يعني ايه الاستفتاء؟ ان واحد جاي يقول لي: يا شيخ ابويا في كذا، او حدث كذا، فاهمين الوضع؟ يجوز ان انت في حاله ان انت بتطلب فتوى، فمش شرط ان انت هتجيب الشخص تحضره ولا اي حاجه، لا، انت بتقول فتوى علشان في كذا كذا، فاحنا بندي لك الفتوى. برضو ده من الحاجات المباح فيها الايه؟ الغيبه. انت بتتكلم فين علشان انت تاخد فتوى فين؟ برضو من الحاجات ان انت بتستعين على تغيير المنكر. يعني ايه؟ يعني انت في واحد مثلا بلطجي، او سايق الامر ده على الناس، فانت رحت تكلم حد من قرايبه اللي هو كبيره زي ما بنقول،
وتقول له فلان الفلاني حصل منه كذا 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 كذا. انت بتتكلم في ايه؟ في حقه. بس انت بتتكلم علشان انت بتستعين بشخص على تغيير ايه؟ منكر هو عمله. انت بتقول له ان حدث منه كذا واحنا عايزينك ان انت تبعده او ان انت تخليه يبطل يعمل كده. ده ما فيش منه ايه؟ ماشي الغيبة المحرمة. برضو عندي من الامور اللي بيجوز فيها الغيبة تعريف. التعريف يعني ايه؟ يعني في واحد عنده لقب هو مش في اسمه صح؟ بس ممكن اللقب ده يكون حاجة وحشة. بس لو انت قلت فلان الفلان باسمه الحقيقي هو مش هيعرف. ففي الحالة دي لازم تقول له ايه؟ اللقب بتاعه. تمام؟ ده برضو من ايه؟ مش من الغيبة المحرمة. ده يجوز لان انا بعرفه. ما انا لو قعدت قلت له فلان الفلاني ولف البلد عليه وسأل البلد كلها مش هيعرفه. لازم هي كلمة واحدة ان انا اقولها له. كلمة انتهى الموضوع. يبقى التعريف من الحاجات المهمة قوي. تحذير المسلمين من الشر. يعني ايه؟ يعني مثلا في واحد معروف عنه ان هو نصاب. معروف عنه ان هو بينصب على الناس. وراح لواحد يشتري منه. فانت واقف عند الواحد ده وشفته جاي عايز ياخد منه حاجه مثلا خارج او عايز اي شيء من الحاجات اللي هي البيع والشراء يدبسه في حاجه ينصب عليها. هل لو انا قلت له يا فلان 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 ده نصاب وكذا 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 كده انا اغتبته؟ لا. ليه؟ علشان انا بمنع شر عن الناس. لان الشخص ده لو انا سبته انا عارف ان هو هيأذيه وانا سبته انا اخد ذنب على ده. اخدين بالكم الامر ده بيحدث؟ ان انت تقول لا انا مش هقدر اقول انا مش هقطع رزقه انا مش هعمل كذا. لا، انت لقيته انسان مثلا حرام بس انت شغال في شيء في مصلحه او كده ولاقيه بيسرق من صاحب الشغل تقول انا ما ينفعش ان انا اروح اتكلم في حقه او ان انا اقول ان هو بيسرق وكذا وكذا علشان ما اقطعش رزقه؟ لا، تبقى انت غلطان. انت جاي تاخد ذنب. انت اعانتك له ان هو بيسرق ولا ان انت تقول ان هو بيسرق علشان جايز ده يرجعه؟ فدي الغيبه اللي انت يجوز ان انت تتكلم فيها. زي مساله واحد النهارده جاي يخطب بنت فلان واحنا مشينا نسال على ابن فلان الفلاني ده فقالوا صفته وكذا وكذا. كل لما نسال يقولوا كذا. ها، كل ده ما فيش منه مشكله لان احنا بنسال علشان الجواز. فدي الحاجات اللي يجوز لك ان انت تتكلم فيها في غيبه الانسان ده. ودي من الحاجات اللي احلها الشرع اللي هو التظلم والاستفتاء وتحذير الناس من الشر والتعريف. وعندما يكون الانسان مجاهر لذنب ايضا من الحاجات اللي انت يجوز ان انت تتكلم فيها. المجاهر بس بالذنب.